بسم الله الرحمن الرحيم. طلبة الصف السادس الابتدائي، ازيكم حبايبي؟ عامل ايه؟ هناخد النهارده ليسون جديد يا اولاد، بنتكلم عن الايكويشن اند انيكواليتي يونت 2. تعالوا نشوف الاكسرسايز بيج 85، ايكويشن اند انيكواليتي اوف ذا فيرست ديجري. Question number one, will you determine which of the following represent an equation or an equality and give a result. خد بالك ال equation بيكون فيها equal to between unknown و number، فاهمني؟ يعني انت عندك هنا 2x plus 1 equal 5، ديت ايه؟ equation. يعني 2 multiply 2 equal 4، 4 plus 1 equal 5، so x will be 5. ماشي، يبقى لما نيجي نحل يا اولاد المساله، او اول حاجه طبعا زي ما احنا قلنا ده ايكويشن، يعني الاكسبريشن اللي قدامنا ده ايكويشن، تمام؟ طب لما نيجي نحل الايكويشن 2x بلس 1 ايكوال 5 ال1، وده بعكس الساين من الناحيه الثانيه. طريقه بقى الحل يا اولاد، يبقى هنا 2x ايكوال 5 ماينس 1 ايكوال 4، بعدين بنعمل ديفايد باي 2، so x will be 2. x equal 2، تمام؟ يبقى السوليوشن بتاعها 2، يبقى دي أول واحدة equation. فهمنا يا ولاد؟ اللي بعده 3x plus 2 equal 11، هنا equation برضه يا ولاد. 3 multiply x plus 2 equal 11، دي equation. طيب ال equation اللي عندي بيميزها بينها وبين ال equality، ال equality اللي عندي بيكون فيها علامة less than أو more than أو equal to. تمام، تبقى دي ايه؟ equality. يبقى في equation و inequality، يبقى دي inequality، وهنا inequality، هنا inequality، inequality، هنا equation، هنا equation. يبقى الريزون اللي عندك السبب انت تقدر تجيب الريزلت بتاع الx زي ده 3x plus 2 equal 11، تقدر تحلها. هنودي ال 2 بعكس الساين يا ولاد الناحية التانية، نتخلص من ال 2 دي توديها بالنيجاتيف، فيبقى 3x equal 11 subtract، يعني 3x equal 9، بعد كده نعمل divided by 3. لما نيجي نحلها يا ولاد، أول حاجة نخلص من 2 دي نعمل عكس الساين، يبقى 11 minus 2 equal 9، هنعمل divided by 3، فالx اللي عندك هتبقى 3، تمام؟ طيب letter C اللي عندك ده equality برضه، inequality عندك 2x more than 9، دي inequality. لما نيجي نحلها بنعمل divided by 2 لل left hand side و right hand side، فالx تبقى more than 9 over 2. طيب نفس الكلام لتر دي، هنا x equal 7 plus 2، 7 plus 2 equal 9، equation يا ولاد، يعني عندك left hand side equal right hand side، ال x ال value بتاعها تبقى 9. هنا يا ولاد inequality x more than 7 subtract 5، يبقى x more than 2، يبقى solution 6 اللي عندك. لو احنا مثلا بنحل الريزلت اللي عندي في الانتجر نمبر، تبقى 3 و4 و5 2 مور ذان 2 هتاخد الاليمنت او الديجيتس اللي هو مور ذان 2 3 4 5 and so on، لو قال لي في الانتجر نمبر. فرق يا ولاد بين الايكويشن والكوانتي اللي هي الساين اللي بنستخدمها بتاعت الايكوال تو، يعني ايكويشن بس لازم يبقى في وان ان نون في الليفت هاند سايد او رايت هاند سايد، تمام؟ يعني احنا بناخد اللي هي الايكويشن في وان ان نون اللي هو الاكس او الواي يعني. طب بالنسبه للديجري، السؤال اللي بعده بالنسبه للديجري، بيقول لنا ديترماين ذا ديجري اوف ايتش اوف ذا فولوينج. الديجري اللي هي الباور اللي عندك، اكبر باور في الايكويشن، يعني الايكويشن طبعا او الايكواليتي. هنا اكس سبتراكت 7 ايكوال 1، خد بالك الاكس هنا باور 1، يبقى الديجري او الفيرست ديجري، فهمتوا؟ الباور باور، يعني هنا اكس باور 1 اهي، يبقى الديجري 1 بس، مفيش اسهل من كده. طب ما هو 3x minus 9 equal to ها الديجري 2، ها باور الاكس هنا باور ايه؟ 2 باور ايه؟ 1، ما هو ال 1 ما بيتكتبش، يبقى هنا باور 1، يبقى الديجري 1 للاكسبريشن كله. طب الاكزامبل اللي بعده دي وات؟ ها 3x باور 2 subtract 6 equal 14، دي باور ايه؟ 2، يبقى الديجري للايكويشن 2. فهمتوا؟ بناخد الباور بس اللي على الاكس، فيها حاجه الباور اللي على الاكس تقوم قايل ده الديجري بتاع الاير اكسبريشن. طب هنا اكس ماينس 2 واي ايكوال 5، ها باور ايه؟ باور 1، صح؟
والواي باور 1 يبقى هي باور ايه 1 يبقى الديجري من 1 فيرست ديجري الايكويشن اللي عندي بالفيرست ديجري. طب اللي بعدها 3x ماينس 2 ليه ازاي نيجاتيف 2 الاكس اللي هنا باور ايه 1 يبقى الديجري 1 ناخد الديجري للايكويشن. طيب يلا يا بطل قول 3x باور 4 سبتراكت 5 ليه ازاي ايكوال تو 5 ايوه الباور اللي عندي تبقى 4 فهمتوا. طيب مين البطل اللي هيقول دي x باور 3 سبتراكت 4 x باور 2 ايكوال 0 ده تبقى 3 ودي تبقى 2 اعلى واحده فيهم بناخدها يعني ما يبقى عندك ديجري هنا 3 و 2 هناخد الكبيره فيهم تمام. طب هنا 4x plus 3y باور 2 more than 2 باور 2 ها باور 2 ايوه كده. اللي بعدها x باور 4 plus 2x equals 3 باور 4 يبقى الديجري 4 للاكزامبل. طيب تعال شوف يا اولاد هنا بيقول اكسبريس سمبل لي ايتش اوف ذا فولوينج. يلا يا اولاد هنحول الاكسبريشن اللي عندي لايه الايكويشن او نحوله لانيكواليتي حسب ما هو جايب لك خلاص. بيقول لك اكسبريس سمبل لي ايتش اوف ذا فولوينج x less than negative 3 يبقى x less than هي يا اولاد نيجاتيف ايه 3. طيب هنا x is less than or equal to 2 يعني x less than or equal to 2 دي الساين يا اولاد بتاعت less than or equal to العلامه دي اسمها less than or equal to. x is greater than or equal to 3 x greater than or equal to 3 يبقى greater than الساين هتبص للx وبعدها علامه الايكوال كمان. طب هنا x is greater than negative 4 and less than 1 يعني ال x يا اولاد lies between negative 4 and 1 يعني ال x هنا more than خد بالك قال لك greater than 4 negative 4 اهي و less than ايه 1 نكتب ال 1 هنا فهمت يا اولاد. يبقى ما يقول لي greater than يعني ال x هتبقى الساين بتبص لها العلامه يا اولاد بتاعت more than تبص لها لان هي greater ال x greater than negative 4 and less than 1 اهو x more than negative 4 و less than ايه 1 فهمتوا. طب هنا x is less than or equal to 7 and greater than 1 ده هنعملها ازاي يا اولاد تبقى ال x اهي less than or equal to 7 فيها حاجه وبعدين هنا greater than 1 يبقى تاني x less than or equal to 7 وبعدين greater ايه 1 اهو يقولها تاني يا اولاد x is less than اهو يعني العلامه مش بتبص لها ال x اصغر من ايه less than or equal to 7 less than or equal to 7 greater than 1 اكبر من 1 العلامه هتبص لل x لان ال x كبيره. طيب x is greater than x is greater than or equal to negative 2 خد بالك ال x دي قال لك greater than or equal to negative 2 دي العلامه دي معناها يا اولاد greater than or equal to negative 2 and less than اهو or equal to 5 فهمتوا؟ سهل يا اولاد؟ طيب الايكويشن اللي بعدها find the solution if set of the following equation if the substitution set is 3 5 7 8. طيب مين في دول يا اولاد لو انا عوضت عنه هنا هقول لك x plus 5 equal 12. طيب يعني ايه الديجيت لو انا زودت عليه 5 هيديك 12 من السيت اللي عندك دي هناخد مين 7 يبقى الاكس يبقى بكام يا اولاد 7 فهمتوا. يبقى ما يجي نحلها هقول له when x equal 7 يعني ذا ليفت هاند سايد ايكوال رايت هاند سايد فهمتوا. يبقى عشان نحل الايكويشن دي بنعوض مره بكل ديجيت يعني نشوف الديجيت الاول هيحققها ولا لا 3 3 بلس 5 في 8 مش هتنفع يبقى ال 5 بلس 5 في 10 مش هيعطيك ليفت هاند سايد مش رايت هاند سايد وبعدين 7 تنفع يبقى السوليوشن 6 هنا لازم يا اولاد السوليوشن 6 من اللي موجود هنا لو مش موجود يبقى 5 اللي هي النال 6 لكن السوليوشن 6 اللي عندي اللي هتنفع ليه ايه 7. طيب هنا 2 جرب بقى معايا كده 2x بلس 3 ايكوال 9 2 ملتبلاي 2 جرب كده وين x equal to 2 multiply to 4 4 plus 3 equal 7 يبقى 2 not solution about this equation الايكويشن اللي عندي دي 2 ما تحققهاش. طب تعال نعوض مكان ال x ب 3 كده يا اولاد يبقى 2 times 3 equal 6 6 plus 3 equal 9 يبقى تنفع ولا لا؟ تنفع يبقى هنا يبقى solution set equal ايه؟ 3
Then 3 times 3 equals 9, 9. 3 times 2 equals 6, 6 plus 3 equals 9. طيب اللي بعده 2x plus 1 equals 5. مين البطل اللي هيقولها؟ 2. ها؟ 2. تمام. يبقى 2 هي اللي نفع. يبقى السوليوشن ست هنا اللي هي ايه؟ 2. تعال نشوف يا ولاد. x plus 4 equals 0. المفروض ان الاكس هنا تبقى بنيجاتيف 4. النيجاتيف 4 بلس 4 ايكوال 0. فهنا الديجيت اللي حققها مش موجود هنا، فبالتالي السوليوشن ست هتبقى 5. طيب 4x minus 3 ايكوال 9. ده عشان نعوض، تعالوا كده نعوض يا ولاد بال 2 هنا. هو x ايكوال 2، يبقى 2 multiply 4 ايكوال 8. 8 minus 3 not ايكوال 9، يبقى ديت مش هتحقق. تعالى بعدها let x ايكوال 3. 4 multiply 3 equal 12. يعني بنحط مكان x هنا يا ولاد، نعوض مكان x ب 3. 3 times 4 12. 12 minus 3 equal 9. تنفع. يبقى السوليوشن 6 هنا هيطلع لنا مين؟ 3. طيب 2x minus 5 equal negative 1. ها؟ نجرب. نعوض كده مكان x ب 0. 2 times 0 ب 0. 0 minus 5 minus 5 مش هيطلع. نعوض 1. 2. 2 times 1 equal 2. 2 minus 5 negative 3 يبقى نص سوليوشن. 2 2 2 times 2 4 صح. 4 minus 5 equal minus 1. يبقى السوليوشن ست هنا 2 هي اللي نفعت. تمام يا اولاد، لان 2 multiply 2 4. 4 minus 5 equal negative 1. طب عوض بالزيرو في اللي بعدها. ها negative 2 plus 3 times 0. 3 times 0 equal 0. 0 plus negative 2 negative 2، يبقى هي مش هتبقى موجود. عوض بال 1 يبقى نيجاتيف 2 بلس 3 نوت ايكوال 7. لان نيجاتيف 2 بلس 3، خد بالك انت هتحط مكان اكس ب 1، ف 3 تايمز 1 ب 3، يبقى نيجاتيف 2 بلس 3 تطلع ب 1 مش ب 7. طب عوض ب 2 اللي بعدها. 2 ملتبلاي نيجاتيف 2 دي 3. 2 تايمز 3 2 تايمز 6 6. يبقى هنا نيجاتيف 2 بلس 6 مش هيعطيك 7. تمام، لان نيجاتيف 2 بلس 6 ايكوال 4. يبقى دي 5. السوليوشن 6 بتاعها 5. بس هو مش هنا، ما هي مش موجوده في الحلول، يعني انت بتعوض. هي لها حل، بس هو الزمك ببراكتس، قال لك ايه اللي هيحلها من البراكتس ده؟ فما فيش حاجه نفعت من البراكتس الايكويشن، فيبقى 5. لو في اليمنت نفع يبقى هنكتبه. طيب هنا بيقول لك فايند سوليوشن اوف ايتش اوف ذا فولوينج انيكواليتي. الايكواليتي دي يا اولاد عشان نحلها لازم نشتغل تعويض، يعني ايه؟ نعمل ستيبس برضه كده، لان الايكواليتي ميزتها انها اكتر من حل، ممكن يبقى في حل وحيد او اكتر، ممكن ما يلهاش، بس هي بتختلف عن الايكويشن. الايكويشن بيبقى لها حل وحيد، اللي هي بتبقى فريست ديجري، ويبقى عندك هنا ايكوال. طب تعالى نشوف كده ازاي تحل دي. اول حاجه بتاخد كل اليمنت من السيت اللي عندك او براكتس موجود. كوتشن نمبر ايه؟ اكس بلس 3 ايكوال 5. عندنا هنا سبستيشن سيت از، عندي 4 وعندي 3 وعندي 2 1 و0. اقول له let x equal 4. لما الاكس يبقى 4 يا اولاد، زين عوض كده معايا، يبقى 4 بلس 3 equal ايه؟ 7. يبقى النمبر اللي عندك ده not more than not تبقى 1 greater than، مش هيحقق 1 not greater than. لازم اللي يطلع يا اولاد يبقى ايه؟ النمبر اللي عندك ايه؟ يبقى ليه زان. هو هنا طلع 7، طلع ايه؟ جريتر زان. يبقى النمبر اللي هو 7 ده جريتر زان 5. 1 ولا 0؟ يبقى ما ينفعش. يبقى طب تعالى نعوض باللي بعدها ب 3. 3 بلس 3 6 مش هتنفع برضه. نعوض بال 2. 2 بلس 3 5 مش هتنفع. يبقى اللي نفع مين؟ 1 وال 0. تمام، يبقى السوليوشن 6 اللي عندك هتبقى ال 1 وايه؟ وال 0. لان انت لما تعوض مكان الاكس ب 1 تبقى 3 بلس 1 ب 4، فاهم يا حبيبي؟ يبقى 4 ليس ذان 5. اقعد بال 0، 0 بلس 3 ب 3، 3 ليس ذان 5، يبقى نفعت. تعالى هنا برضو اللي بعدها. عندك x ماينس 4 مور ذان 1. مين في دول لو انت نقصت منه 4 هيديك ديجيت مور ذان 1؟ اقعد بال 7 كده. 7 ماينس 4 3 3 3 مور ذان 1، يبقى نفعت ايه؟ ال 7 نفع. 7 و 6. يعني شوف اللي بعدها. 6 minus 4 equal 2. تنفع ال 6. ال 5. 5 minus 4 ب 1. ال 1 مش أكبر من إيه؟ من ال 1. يبقى ال 7 و 6 بس. فهمتوا؟ لازم اللي يطلع يا ولاد يحقق الإيه؟ الإيكواليتي اللي عندنا.
الساين اللي عندك دي. فهمت يا ابني؟ طب اللي بعدها 3x ولا في واحدة هنا 3x minus 1 more than negative 2. اقعد كده بنيجاتيف 2 هنا يبقى 3 multiply negative 2 تبقى negative 6. تعالوا نعملها في الورق عشان مش فاهم. بص يا ولاد انت هتشيل هتعوض مكان الاكس دي بنيجاتيف 2 هنا فيبقى عندك نيجاتيف 6 ماينس 1 بنيجاتيف ايه؟ 7. هل النيجاتيف 7 مور زي النيجاتيف 2؟ لا ما طلعتش مور زي دي يبقى ما ينفعش ناخد نيجاتيف 2. تعالى نعوض بقى نيجاتيف 1 3 ملتبلاي نيجاتيف 1 بنيجاتيف 3 نيجاتيف 3 ماينس 1 بنيجاتيف 4. هل النيجاتيف 4 دي مور زي النيجاتيف 2؟ مش هتنفع. تعالى نعوض بالزيرو 3 تايم 0 يكوال 0 0 ماينس 1 ماينس 1. هل الماينس 1 اكبر من ماينس 2 ولا لا؟ يس اكبر. يبقى اول حاجه نفعت اللي هي ايه؟ زيرو. تعال نعوض اللي بعدها 3 تايمز 1 3 3 تايم 3 ماينس 1 ب 2 2 ماين اكبر برضه يبقى 2 اكبر يبقى 1 نفعت. وكمان ال 2 وبيقول هنا ليه الزانو ريكو؟ لسه في اللي فوق. هو مش حل وحيد احنا بنكملها لسه. ما نروحش المساله بعدها ما نخلص كل الاليمنت. يعني مش معنى ان انت جبت حل وحيد خلاص خلصت، لا، في الكواليتي بيطلع اكتر من حل. ماشي كمل معايا كده. ال1 هترفع لما تعوض ال1 مكان الاكس هيطلع 3 ماينس 1 ب 2 2 مور ذان نيجاتيف 2. ولما نعوض بالاكس ب 2 هنا بص يا حبيبي هنا يبقى 3 تايمز 2 ب 6 6 ماينس 1 ب 5 ال 5 مور ذان نيجاتيف 2 يبقى نفعت برضه الايه؟ ال 2 اللي عندي. تمام؟ يبقى السوليوشن ست 0 1 و 2. طب اللي بعدها عندنا ايه هنا يا ولاد؟ اقرا كده الايكويشن الايكواليتي 3x بلس 4 less than or equal negative 2. تعالى نعوض كده نقول هو ان x negative 1 زين نعوض مكان x negative 1 هنا كده يبقى negative 3 بلس 4 ها negative. بص يا حبايبي كده عوض مكان x negative 1 negative 3 يبقى x multiply negative 1 negative 3 negative 3 بلس 4 تطلع negative 7 تطلع ب 1. ال 1 ليس زين. هل ال 1 ليس زين نيجاتيف 1؟ ولا تاني؟ لا ولا تاني. تاني يا ولاد اهو. اقعد مكان الاكس بنيجاتيف 1 تبقى نيجاتيف 3 لان الاكس ملتبلاي نيجاتيف 1 بنيجاتيف 3 بلس 4 يديك 1. ال 1 هل ال 1 ليس زين اور ايكوال تو نيجاتيف 2؟ لا يبقى غلط. يبقى اول حاجه مش هيلحق. طيب ليت الاكس بعدها ب 0 اقعد كده ب 0 0 3 ملتبلاي 0 ب 0 بلس 4. هل 4 ليس زين نيجاتيف 2؟ لا ال 0 برضه ما ينفعش. طب نعوض ب 1 3 تايمز 1 ايكوال 3 3 بلس 4 ايكوال 7. عايزين اكبر يا اولاد، عايزين ليس زين مش اكبر مش مور زين، لان يعني شايف ليس زين ايكوال 2. عوض ده اللي بعدها يبقى اي واحده في دول مش هتنفع. يبقى 5. يبقى السوليوشن 6 هنا يبقى ايه؟ هيبقى 5 لان مفيش ولا واحده في دول حققت الحل بتاعها. فهمتوا الكلام؟ يبقى هنا فاي ناصت. اللي بعدها نيجاتيف اكس بلس 1 ليس زين 4. جبت الاكس نيجاتيف 3 هنا يبقى تحط نيجاتيف 3. خد بالك نيجاتيف مطلوب نيجاتيف بوزيتيف يعني هتبقى 3 بلس 1 ب 4. هي اللي ينفع؟ لا هو عايزها ليس زين 4 فالنيجاتيف 3 دي مش هتحقق حاجه. تبقى 0 و 2. عوض كده بنيجاتيف 2 نيجاتيف تايمز نيجاتيف بوزيتيف يعني هتبقى 2 بلس 1 ب 3 3 ليس ذان 4 يعني النيجاتيف 2 نفعت. و 2 وال 1 اه كمان بالزيرو. الزيرو نفع لما تقول 0 بلس 1 هيطلع الزيرو 0 بلس 1 ب 1 و ليس ذان 4 يبقى الزيرو نفع. طب اقعد ب 2 كمان ها نيجاتيف 2 بلس 1 بنيجاتيف 1 يبقى النيجاتيف 1 ليس ذان 4 يبقى تشيل اكس دي وتحط مكانها 2 فتبقى نيجاتيف 2 بلس 1 اللي هي نيجاتيف 1. النيجاتيف 1 فعلا ليس ذان 4 يبقى النم الديجيت اللي بعده حقق معانا اللي هو ايه؟ اللي 2. طب عوض ب 3 نيجاتيف 3 بلس 1 نيجاتيف 2 النيجاتيف 2 ليس ذان 4 يبقى كمان ال 3 نفعت. كلهم نفعوا ما عدا النيجاتيف 3. يبقى الكواليتي اللي بعدها 5x ماينس 1 مور ذان 4. احنا عملنا اللي فوق يا اولاد؟ عملنا دي خلاص لسه؟ لسه اف لا ايوه ركزوا معايا. لتر اف 2x بلس 5 مور ذان 2. عوض كده مكان الاكس بنيجاتيف 3 هنا 2x 2 ملتبلاي نيجاتيف 3 بنيجاتيف 6
نيجاتيف 6 بلس 5 بنيجاتيف 1. النيجاتيف 1 مور ذان 2؟ لا. طب نقعد بنيجاتيف 2 هنا، 2 ملتي بلاي نيجاتيف 2 نيجاتيف 4، نيجاتيف 4 بلس 5 ايكوال 1. هل 1 مور ذان 2؟ لا. نقعد بنيجاتيف 1، نيجاتيف 1 تايمز 2، 2 تايمز نيجاتيف 1 نيجاتيف 2، نيجاتيف 2 بلس 5 3، 3 اكبر من 2 تنفع. يبقى الحل اللي معايا نفع اللي هو ايه؟ نيجاتيف 1. نيجاتيف 1 طب اقعد بالزيرو، 2 ملتي بلاي 0 ب 0، 0 بلس 5 ب 5، 5 مور ذان 2 يبقى الزيرو معانا. ماشي؟ طب اقعد بال 1، 2 بلس 2 تايمز 2، 2 تايمز 1 2، 2 بلس 5 7، يبقى ال 1 هناخده هو كمان. زيرو تايمز، فهمت يا ولاد؟ ده بالزيرو. طيب اللي بعدها 5x ماينس 1 مور ذان 4، يلا كده 2 تايمز 5 10 1 9 تنفع ولا تنفع لانها مور ذان 4؟ تمام. طب اقعد بال 3، ها 15 ماينس 1 15 ماينس 1 14 تنفع ولا مور ذان؟ يعني كلهم هينفعوا، اي ديجيت هتعوض فيه يديك اكتر. يبقى السوليوشن 6 هنا هناخد ايه؟ ال 2 وال 3 وال 4 وال 5 وال 6. يبقى بنجرب الارقام الاول الاليمنت اللي عندك ونشوف مين فيهم. طبعا يا ولاد لازم نعمل ستيبس لكل اليمنت بتاعنا اللي نعوض بيه. يعني انت لازم تقول وين اكس ايكوال تو زن 5 ملتبلاي 2 سبتراكت 1 ايكوال كذا، وتشوف هو يعني هيعمل يتحقق الريزلت ولا لا. اوكي؟ طيب هنا بقول لك ايه؟ Consider the set of substitution is m equal negative 1 negative 2 0 2. عندي هنا substitution يا ولاد اللي هي مجموعة التعويض. Find the solution of the set of each of the following. نفس المسألة اللي فاتت، بس هو جاب لك هنا equation وجاب لك هنا equality. بيقول لك اشتغل على ايه؟ على substitution اللي عندك. Substitution اللي عندك دي هتعوض مرة ال x ب negative 1 مرة ب 2 مرة ب 0 مرة ب 2، شوف مين فيهم هيحقق لك ال equation اللي عندك اللي هي 2x بلس 1. طيب هنا يا ولاد تعالوا نحلها. هنا بيقول لي 2x بلس 1 ايكوال 5. 2x بلس 1 ايكوال ايه؟ ايكوال 5. تعال نجيب النيجاتيف 1 ونشوف كده. نيجاتيف 1 تايمز 2؟ ايوه. نيجاتيف 1 تايمز 2 ايكوال ايه؟ ها نيجاتيف 2. نيجاتيف 2 بلس 1 نيجاتيف 1. هل النيجاتيف 1 ايكوال 5؟ لا لا. يبقى في الايكويشن لازم يطلع حل وحيد. هذا اللي بعدها نيجاتيف 2 تايمز 2 ايكوال نيجاتيف 4. نيجاتيف 4 بلس 1 نيجاتيف 3. نيجاتيف 3 هل هي 5؟ مش هتحقق. نرجع نقول ليت اكس ايكوال 0، ها يبقى 2 ملتي بلاي 0 ايكوال 0. 0 بلس 1 لا هتبقى 2، بتبقى 2. يبقى الأخيرة 2، لأن 2 تايمز 2 4، 4 بلس 1 إيكوال إيه؟ 5. يبقى السوليوشن 6 هنا اللي هو إيه؟ 2. تمام؟ تعالى بقى للإيكويشن الإيكواليتي، الإيكواليتي ده أكتر من حل. تعالى ده كده إكس سبتراكت 3 لز نيجاتيف 1. لازم يا ولاد الريزلت اللي هنعوض بيه من السبستويشن اللي عندي ده يبقى لز نيجاتيف 1. طيب إحنا عندنا يا ولاد هنا الاكزامبل، بص يا حبيبي كده يلا عوض كده معايا. ليت اكس ايكوال نيجاتيف 1 هنا، يبقى نيجاتيف 1 ماينس 3 ماينس 4. الماينس 4 لسه نيجاتيف 1، تنفع ولا لا؟ ها تنفع. ايه صغير يبقى نيجاتيف 1 نفع. نيجاتيف 2 كمان، نيجاتيف 2 كمان، نيجاتيف 3 يبقى نيجاتيف 5. يبقى نكتب مكان الاكس نيجاتيف 2 يبقى نيجاتيف 2 كمان، نيجاتيف 3 نيجاتيف 5. النيجاتيف 5 لسه ايه؟ نيجاتيف 1. ليت اكس ايكوال 0، 0 ماينس 3 ماينس 3. الماينس 3 ازاي؟ نيجاتيف 1 تنفع. وال 2 عاوز كده 2؟ لا 2 مش هتنفع الاخير. ليه؟ لان 2 ماينس 3 بنيجاتيف 1، والنيجاتيف 1 هي المفروض تطلع ازاي نيجاتيف 1؟ ما ينفعش يطلع ايكوال يعني. فيبقى السوليوشن 6 هنا نيجاتيف 1 والنيجاتيف 2 وايه؟ والزيرو. فهمتوا؟ السؤال اللي بعده فايند السوليوشن سيت اوف ذا ايتش اوف ذا فولوينج ايكويشن. كل دي كويشن يا اولاد يعني لازم يطلع وان سوليوشن بس. عندي ركز كده يا حبيبي، عندك السبستويشن موجوده اهي، ال 7 المجموعه اللي هنعوض منها يعني ال 7 وال 8 وال 9. هنا ليت اكس ايكوال اول حاجه 7، بص كده يا حبيبي حط مكان اكس 7، يبقى 7 ماينس 2
5 3 تايمز 5 15 يبقى نوت ايكوال نيجاتيف 6 ما ينفعش 7. ليت اكس ايكوال 8 عوض ليت هنا يبقى 8 ماينس 2 ايكوال 6 3 تايمز 6 ايكوال 18 مش هتنفع. عوض 9 ماينس 2 ايكوال 7 7 تايمز 3 21 يبقى ديت ايه السوليوشن ست مش موجوده يبقى نوت سيت 5. طب اللي بعدها هنا بقى يا ولاد في الايكويشن دي لازم يبقى عندي ليفت هاند سايد ورايت هاند سايد يعني تعوض مكان الاكس في ليفت هاند سايد ورايت هاند سايد ولازم الريزلت بتاع ليفت هاند سايد يبقى نفس الناتج بتاع الرايت هاند سايد فهمتوا يعني ما تقول ليت اكس ايكوال 2 وين اكس ايكوال 2 ان رايت هاند سايد هنا يبقى 2 تايمز 2 4 4 بلس 1 ايكوال 5 تمام اللي على الشمال هنا ليفت هاند سايد طلع ريزلت ب 5 لما كانت الاكس بايه ب 2 تعالوا نحلها مع بعض هنا نعمل ستيبس المسألة. كوشن لتر بي. اقول له هن اكس اكوال اول حاجة بكام يا ولاد? احنا بنحل لتر بي تمام? لتر بي يلا يا ولاد. هن اكس اكوال تو. تمام? يبقى هنا اجيب ايه? زين. ليفت هاند سايد. اللي على الشمال. ها. تو ملتبلاي تو بلس وان. تو تايمز تو فور. فور بلس وان اكوال. 5 ويجيب ايه رايت هاند سايد عوض مكان الاكس ب 2 هنا يبقى 2 ماينس 3 نيجاتيف ايه 1 يبقى ليفت هاند سايد نوت ايكوال تو رايت هاند سايد زين اكس ايكوال تو سوليوشن اباوت ايكويشن مش سوليوشن ليه تعال شوف اللي بعدها اللي هي 4 ليت اكس ايكوال 4 عوض الاكس بال 4 هنا كمل يا حبيبي كده معايا وين قلت اكس ايكوال 4 الايكويشن يبقى انا هجيب برده يا اولاد الليفت هاند سايد واجيب الرايت هاند سايد واقارن بينهم لازم يطلعوا ايكوال لو ما طلعوش ايكوال يبقى هي نوت سوليوشن تمام عوض كده مكان الاكس 4 هنا يبقى 2 تايمز 4 ايكوال 8 8 بلس 1 ايكوال 9 4 ماينس 3 ايكوال 4 يبقى دي نوت ايكوال 2 يبقى انت الليفت هاند سايد نوت ايكوال 2 رايت هاند سايد بعد كده تعال شوف الاليمنت اللي بعده برضه هات كام ليت اكس ايكوال اللي بعدها على طول هي نيجاتيف 1 هنجيب ليفت هاند سايد ونجيب ايه رايت هاند سايد ونشوف هيطلع زي بعض ولا هنا لما الاكس يبقى بنيجاتيف 1 نيجاتيف 1 تايمز 2 نيجاتيف 2 نيجاتيف 2 بلس 1 بنيجاتيف 1 هنا نيجاتيف 1 مع نيجاتيف 3 نيجاتيف 1 نيجاتيف 4 ما طلعوش زي بعض برضه يا اولاد يبقى الاكس ايكوال نيجاتيف 1 سوليوشن اباوت equation تعال نعوض مكان الاكس نيجاتيف 4 على الدور ها يلا حبايبي كده في نفس الاكزامبل ده ركز معايا ليتر بي ليت اكس ايكوال نيجاتيف 4 ها عوض مكان الاكس هنا بنيجاتيف 4 يبقى 2 ملتبلاي نيجاتيف 4 بنيجاتيف 8 نيجاتيف 8 بلس 1 ها بنيجاتيف 7 صح يبقى ليفت هاند سايد نيجاتيف 7 وهنا لما احط نيجاتيف 4 نفعت يا مستر اهي طلعت زي بعضها يعني الليفت هاند سايد طلع زي مين زي الرايت هاند سايد يبقى السوليوشن ست بقى يا ولاد هيطلع بكام نيجاتيف 4 يبقى السوليوشن ست بايه يا ولاد بنيجاتيف 4 فهمتوا فهمتوا الاكزامبل طيب نشوف اللي بعدها لتر سي ها لتر سي يا ولاد عندي برضو ليفت هاند سايد ورايت هاند سايد عندك 4 و 5 و 6 و 7 هتقوم جايب ايه الحاجه ايلات x equal 4 الx جاب 4 يا ولاد نعوض هنا نقوم جايبين ايه left hand side ونجيب ايه right hand side عوض مكان x 4 كده حبيبي ها 2 multiply 4 minus 3 ايه 1 1 times 2 2 طب هنا 4 plus 1 5 يبقى left hand side not equal to right hand side يبقى نوت سوليوشن الاكس ايكوال 4 نوت سوليوشن اباوت ذا سيت فهمت طب قول اللي بعدها الاكس ايكوال 5 يلا حبيبي ليت اكس ايكوال 5 هنا 2 تايمز 6 عوض مكان الاكس ب 5 كده 5 ماينس 2 5 ماينس 2 ايكوال 3 5 ماينس 3 5 ماينس 3 ايكوال 2 2 تايمز 2 4 ماشي يبقى الليفت هاند سايد 4 تعال جيب الرايت هاند سايد ها عوض 5 هنا 5 بلس 1 5 بلس 6 طيب هل الليفت هاند سايد ايكوال يا ولاد ولا لا؟ ما ينفعش تعال نشوف الاليمنت اللي بعده خد بالك انت بتاخد ديجيت ديجيت هو الدس ده ايه فكرته؟ ليت اكس ايكوال
6. يلا يا اولاد نعوض مكان الاكس ب 6 هنا، يبقى 2 ملتي بلاي 6 ماينس 3 ده الليفت هاند سايد، والرايت هاند سايد 6 بلس 1 تبقى 6 ماينس 3 6 ماينس 3 6 3 3 تايمز 2 6 بلس 1 7 يبقى 7. طب هنا 7 ماينس 3 6 ماينس 3 7 7 ماينس 3 يكون 4 4 4 تايمز 2 8 جميل. تعال نحلها نقول نت الاكس ايكوال اخر حاجه خالص يا اولاد اللي هي 7. تعال نجيب الليفت هاند سايد ونجيب الرايت هاند سايد. ها قول يا ابني يلا مكان الاكس ب 7 يبقى 7 ماينس 3 يكون 4 4 تايمز 2 8. تعال نعوض في الرايت هاند سايد، هنا 7 بلس 1 8 يبقى الليفت هاند سايد زي الرايت ايه هاند سايد، طلعوا زي بعضهم. وبالتالي السوليوشن 6 بكام؟ 7 هي اللي حققت. فهمتوا؟ هسيب لكم السؤال اللي تحت انتوا حلوه هوم ورك ماشي؟ تعالوا نكمل. شوز ذا كوريكت انسر ويش اوف ذا فولوينج ريبريزنت ان ايكويشن. مين في دول ايكويشن يا اولاد؟ لازم الايكويشن يا اولاد يبقى فيها علامه الايكوال تو وفيها ساين على الاقل. سي 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 دي انيكواليتي. دي انيكواليتي دي ما فيش فيها ايكوال تو. دي دي زي equation x power 3 subtract 4 x power 2 equals 0 is an equation of space degree 3 okay 3 degree. زي equation x power 2 plus 3 equals 4 is of second degree. The set of sum situation is 1 brackets 1 2 3 4 this is the set of solution equation x plus 6 equals 10 yeah 4. جميل. لو عوضنا يا ولاد مكان الاكس 4 يبقى 4 بلس 6 يكوال 10. السبستويشن سيت 2 نيجاتيف 1 3 4 زين سوليوشن سيت اوف ذا ايكويشن 2 اكس بلس 3 يكوال 3. شوف كده عوض كده عوض كده لما تشيل هنا خد بالك هو الزيرو ينفع بس مش موجود فوق صح؟ يبقى ما ينفعش اخد زيرو خد بالك لانه جاب لك ايه؟ براكتس وقال لك سبستويشن از يعني دول انت ملزم بيهم في الحل ويقول لك مين في دول اللي هيحققها فهنا الزيرو مش موجود فبالتالي تبقى ايه؟ الفاي لان الزيرو اللي يحقق. ذا نمبر ويتش ساتيسفايز انيكواليتي اكس ليس ذان نيجاتيف 2 از زيرو. ها مين اللي هيحقق الاكس ليس ذان نيجاتيف 1 2 1 اللي قبلها على طول اللي هو ليس ذان نيجاتيف 1 نيجاتيف 2 تمام؟ تمام. اللي بعد فهمت اولاد يعني اوزا فولوينج نمبرز طيب اوزا فولوينج نمبرز ساتيسفاي انيكواليتي اكس مور ذان نيجاتيف 3 اكسبت يعني كلهم بيحققوا ما عدا واحده زيرو. كلهم مور ذان نيجاتيف 3 ما عدا واحده زيرو. ها لاحظ النيجاتيف 4 اللي عندك دي المفروض تبقى ليه ازاي ما تبقاش مور ذان يبقى دي اللي هناخدها لكن الزيرو بيتحقق والنيجاتيف 1 والنيجاتيف 2 كلهم مور ذان نيجاتيف 3. طيب the greatest integer satisfying equality x is than 6 مين بقى greatest integer؟ لا greatest يا ولاد بص يا حبيبي x is than 6 مين اللي is than 6؟ 5 بس 3 برضه عايز ايه هنا the greatest integer يعني اكبر واحد في الاختيارات هيبقى is than 6 اللي هو 5. the number that satisfies inequality x minus 2 more than 3 is space ها هو عايز ذا نمبر مين بقى في دول في الاختيارات دي اللي هيحقق الكلام ده لو شلنا الاكس وكتبناه مكانها 4 هيطلع الريزلت اكبر من 3 ها 4 عوض كده 4 ماينس 2 6 6 لان 6 ماينس 2 4 4 هي الاكبر من 3 لكن ال 4 دي لو عوضت عنها يبقى 4 ماينس 2 ب 2 وال 2 ما ينفعش تبقى مو زي 3. طيب if 3 is a solution set of equations in A equal مين الشاطر؟ لو شلت الاكس دي وكتبت مكانها 3 يبقى الحل بايه؟ انت هتعوض يا حبيبي مكان الاكس ب 3 يبقى 2 تايمز 3 ب 6 6 ماينس 4 ب 2 يبقى الريزلت بتاعنا ب 2.